السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ جولتنا الصحفية مع صحيفة الأيام ونقرأ أن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة دشن مشروع روتلز وهو أول نموذج لبيت شباب متنقل. وقال سموه أن بيت الشباب المتنقل فكرة شبابية بحرينية خالصة يحق لنا أن نفخر بها، فهي وضعت مملكة البحرين في مكان متميز وضمنت لها الصدارة في طرح الأفكار الرائدة. هذا واستمع سموه خلال التشييد إلى شرح مفصل عن أهمية مشروع بيت الشباب المتنقل وآثاره الإيجابية على الحركة الشبابية في مملكة البحرين من خلال الأهداف والقيم التي ستساهم في دعم الشباب البحريني الشغوف بالمغامرة والاكتشاف. ولا نزال مع صحيفة الأيام ونقرأ أن برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم عقد مجلس النواب جلسته العادية 32 في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس. ومرر المجلس في جلسته الأخيرة أمس حزمة من المشاريع والمقترحات بقانون إلى جانب تمرير عدد من المقترحات المستعجلة. وقد مرر المجلس 5 مقترحات برغبة مستعجلة، من أبرزها مقترح بإنشاء مرفأ بحري في لبستين ومقترح بدراسة تعويض صيادي الأسماك عن فترة حظر صيد بعض الأسماك ومقترح بمنح الأولوية للأحياء والمجمعات السكنية الأشد تضررا من هطول الأمطار في مشاريع البنية التحتية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف مياه الأمطار. ننتقل لصحيفة أخبار الخليج حيث أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور الاحتفالية التي أقامها يوم أمس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس المركز في مملكة البحرين. بعدها تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتدشين الموقع الإلكتروني للمركز في حلته الجديدة، وهو عبارة عن منصة تحكيم إلكترونية أولى من نوعها على مستوى المنطقة بما توفره من خدمات تحكيمية من شأنها أن تيسر عملية وإجراءات التقاضي بين الأطراف ذات العلاقة. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقطع فيديو للاحتفال العاشر الذي أقامه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لتكريم العمال المجدين، وذلك برعاية سامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث تم تكريم 270 عاملا من الجنسين من مختلف القطاعات بحضور سعادة وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان. البحرين بقيادة صاحب الجلالة وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي عناية خاصة بالقوى العاملة الوطنية. كثير من المبادرات وكثير من الجهود تهدف إلى جعل سوق العمل مولد للوظائف النوعية، برامج التعليم، برامج الاستثمار، برامج الحوافز، برامج اللي تقدمها تمكين للتدريب على رأس العمل أو التدريب للباحثين عن عمل، تحسين الأجور بشكل مستمر، عمل دؤوب حقيقة، لأن القوى العاملة الوطنية تستاهل كل خير، ولابد
أن تستمر المبادرات وتستمر الخطوات. هذه حافز جدا قوي لكل عامل وعاملة للاستمرار في العطاء، للإنجاز وللإبداع أكثر وأكثر في المستقبل. اليوم تكرمنا في حفل تكريم العمال للمجدين تحت رعاية الاتحاد الحرري نقابة عمال البحرين، تحت رعاية جلالة الملك حمد، وهذا يدل على اهتمامهم بذوي العزيمة وذوي الهمم، وهذا له اثر كبير داخلنا، وان شاء الله القادم افضل، وكل هاي يعطينا دافع عشان ننجز اكثر واكثر باذن الله. قالت صحيفة البلاد ان وزارة الاعلام اعلنت اغلاق باب تلقي الترشيحات لجائزة الدانا للدراما التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية. واشار سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الاعلام الى ان عدد الاعمال الخليجية والعربية التي تقدمت للجائزة في فئتها العشرة بلغ اكثر من 70 مسلسلا تلفزيونيا متنوعا، وستقوم لجنة التحكيم المكونة من عدد من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية بتقديم وبرز الأعمال المتقدمة، ومن ثم الإعلان عن أسماء المرشحين على موقع الجائزة الإلكتروني، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في افتتاح أعمال المهرجان. مشاهدينا، ننتقل إلى الصفحة الاقتصادية لصحيفة البلاد ونقرأ أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض أعلنت عن تحقيق مملكة البحرين إنجازاً عالمياً جديداً بحصدها جائزتين مرموقتين ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2024 بنسختها 31، والذي تم تنظيمه بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024. وفازت مملكة البحرين بجائزة أفضل وجهة لحفلات الزفاف في الشرق الأوسط، كما فاز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز لحفلات الزفاف الكبرى في الشرق الأوسط بحصده أعلى الأصوات بعد المنافسة مع 4 مراكز إقليمية بارزة. وأكدت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن هاتين الجائزتين تشكلان اعترافا عالميا لمكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة لحفلات الزفاف الفاخرة والأعراس، لما تمتاز به من إرث ثقافي غني وقطاع ضيافة متطور. وفي الشأن الطبي، نقرأ من صحيفة الوطن أن العميد الطبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية صرح أنه في إطار الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، تقدم الخدمات الطبية الملكية في المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب ومركز البحرين للأورام ومركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية الآمنة للمرضى المسجلين بها ممن هم في أمس الحاجة إليها، دون الحاجة لزيارتهم للمستشفى أو المركز، وذلك ضمن خطة استراتيجية موضوعة.
وننتقل للصفحة الاقتصادية لصحيفة الأيام، ونطالع منها أن السيد سمير عبد الله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أكد أن أزمة كورونا دفعت لتسريع خطط ومبادرات التحول الرقمي بهدف ضمان وصول الخدمات والمعاملات المطلوبة للأفراد والمؤسسات. جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي والمنعقد في أبوظبي تحت شعار التكيف مع التحول المشهد الاستثماري، تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية عالميا، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين وقادة الأعمال الدوليين لبحث سبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي. ويتناول الملتقى التوجهات الحديثة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الاقتصادات واستشراف مدن المستقبل واستخدام التقنيات المبتكرة للتعامل مع المتطلبات المتنامية، إلى جانب التحولات في أسواق المال العالمية والذكاء الاصطناعي. ونختم جولتنا الصحفية مع صحيفة أخبار الخليج، ونقرأ منها أن بطلة مملكة البحرين في تحدي القراءة العربية الموسم الثامن الطالبة زهراء عبد الرضا سرحان من مدرسة سار الثانوية للبنات قد روت أسرار حصولها على هذا الإنجاز اللافت في هذه المسابقة الدولية المرموقة. وقالت زهراء أنها فخورة بهذا الفوز من بين 143 ألف طالب وطالبة من مملكة البحرين، والذي جاء بتوفيق الله تعالى وبدعم والديها والعائلة والمدرسة والأصدقاء طوال الرحلة التنافسية المليئة بالتحديات. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.